انت عارف حضرتك يا باشمهندس؟ نضال حماد مؤسس حزب مصر البناء. ايه خطوات الحزب الان ولا يعني مش شايف له على الساحه كده فعاليات اخيره ولا؟ ما شاء الله لا قتل. لا احنا بالفعل الحزب قائم دلوقتي في مسارين. مسار التاسيس، احنا الحمد لله انتهينا من البرنامج، احنا من بدايات الحمد لله الاحزاب اللي بدات انتهينا من البرنامج واللائحه والقواعد الفكريه بتاعه الحزب كلها. الحمد لله عملنا دورات خاصه بنشر فكر الحزب في قواعد كتيره جدا الحمد لله. بنستكمل دلوقتي مسار التاسيس في المحافظات المختلفه، ده المسار بتاع التاسيس. المسار الاخر بتاع ترتيب الانتخابات. حضرتك كنت حاضر امبارح مؤتمر في مطار الحزب الاصاله، هل في احتمال اندماج زي ما دكتور البشمهندس او الاستاذ ممدوح اسماعيل اندمج مع الحزب؟ والله احنا مش بصدد اندماج، احنا بصدد تواصل مع الاحزاب الاسلاميه كلها والاحزاب الوطنيه كلها. بالفعل في نوع من انواع الترتيب، نوع من انواع التواصل، لان المرحله القادمه مرحله تكتلات، مرحلة تجمع، مرحلة توحيد للقوى الوطنية كلها، مش مرحلة ان كل حزب بيطلع لوحده. فده نوع من انواع التواصل اللي بالفعل احنا حريصين عليها وبنأكد عليها دايما في اللقاءات بتاعتنا مع الاحزاب المختلفة. فالاحزاب كاحزاب، احزاب اسلامية، احزاب وطنية، بالفعل حريصة على تحقيق مصلحة البلد. ده كله بيحصل نوع من انواع التواصل فيما بينها. طب يوجد احزاب اسلامية اخذت خلاص الموافقة على كحزب، هل مطروح امامكم ان انتم اندماج مع احزاب النور، السلفيه، الحريه، الاصاله؟ هو الاندماج مش مبني على انه خد تصريح او ما خدش تصريح، الاندماج مبني على ان يحصل بالفعل نوع من انواع توافق البرامج، توافق الاولويات، توافق المناهج. ممكن تكون في بعض الاهداف متوائمه او متوافقه، لكن توافق الاهداف مش هو لوحده اللي بيبقى معامل الاندماج الصحيح. توافق الاهداف والاولويات والبرامج. طبعا في نوع من انواع التواصل حتى يحصل نوع من انواع التجانس او التناسق بين هذه الاحزاب، لو حصل مما لا شك فيه بتبقى الخطوه اللي بعدها الاندماج. انتوا داخلين مجلس الشعب القادم؟ انتخابات مجلس الشعب القادم؟ بالفعل في ترتيب ليها بالفعل، مرتبين مرشحين لينا، مرتبين كمستقلين؟ كمستقلين او مع التنسيق مع الاحزاب الثانيه في القوائم المشتركه. شكرا يا فندم. الله يبارك فيك، اهلا وسهلا بك.